في طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمود كهربا، وحسين الشحاب برضو بيقدر يأديها. فبالتالي انت عندك في ناحية الشمال مش نفس الفرايتي بتاعت اليمين، لكن انا بشوف ان كهربا صفقة. كهربا بعد اعادة قيده ولو تم ان هو وقف على رجله بدنيا، كهربا صفقة كان مفتقدها الاهلي السنة اللي فاتت، لان كهربا من الاجنحة اللي عندها ايه؟ يعني عايز اقول ايه؟ عايز الاقي اللفظ المناسب اللي هو عنده الفوضى المفيدة العشوائية المطلوبة. يعني كهربا ملوش نمط، يعني كجناح ملوش نمط، فجأة بتلاقيه جوه وفجأة بتلاقيه بره، فجأة بيخش مهاجم وفجأة بينزل، عنده القصة دي. لكن كلنا عارفين طبعا ان هو في السنتين اللي فاتوا كان بيلعب وهو مش في كامل تركيزه. فانا اعتقد ان لو كهربا في قمة تركيزه هيضيف التنوع اللي ناحية اليمين ناحية الشمال. وان كنت بشوف ان الاهلي محتاج ناحية الشمال جناح بنفس مواصفات الاجنحة لناحية اليمين، محتاج جناح مهاري سريع يقدر يلعب على الخط وجوه، يقدر يلعب اوتسايد وينجر وانسايد وينجر. فانا بشوف ان الاهلي ناحيه الشمال محتاج وينج. فلحد دلوقتي احنا شايفين ان الاهلي محتاج باك رايت، لعيب رقم 8